إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. بطني تؤلمني كثيرا. ماذا بها بطنك؟ أتيت من المدرسة إلى البيت. أتيت من البيت إلى المدرسة، لو من المدرسة إلى البيت فأفهمني. من المدرسة إلى البيت. نعم. وأكلت رز ومرق. رز ومرق؟ نعم. رز ومرق شنو يعني؟ شنو رز؟ يعني تمن ومرق. يعني تمن ومرق. وين أكلته؟ أين أكلته؟ في البيت. في البيت؟ في المطبخ. وماذا جرى لي يا إلهي؟ هل 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 كان رز الكمية؟ نعم رز الكمية. ألم أقول لك اشتعل صفحتك لا تأكل من رز الكمية؟ وماذا أكل؟ أخبطني. أنا أكلت من رز الكمية. اشتعل صفحتك فيفي، خلي الروح الفيفي تشوفه. خلي الروح. آخ يا بطني تؤلمني. اشتعل صفحتك فيفي. أيها الوزير بطني. أخ بطني. أيها الوزير، هناك أنا. من في الخارج؟ أنا أبو تشقلمبر. من في الخارج؟ أنا أبو تشقلمبر. ماذا تريد يا أبا تشقلمبر؟ سيدي الوزير، ابني بطنه تؤلمه، يعني تأذي، وأنا بطني احترقت. احترقت تؤلمني. احترقت من التمن مالكم الفاسد. لا يوجد هنالك مشكلة في التمن، أنا المسؤول عنه. أنت اللي غاف. أنا المسؤول عن التمن، وأنا المسؤول عن خصوصياته، وكلنا أكلنا منه. أنا شخصيا أكلت منه. أنت شخصيا أكلت منه؟ والخليفة أكل. والمسؤولون أكلوا منه. هاي المسؤولون يأكلون من هذا التمن. أجل التمن معفن. أنت معفن. ليس هنالك عفن في التمن. شلون ماكو عفن في التمن؟ سوف ترى هذا، وسوف أوكل فيها بيدي. شلون أنت توكلني بيدك؟ بيدك. أنت أكلت من عنده؟ أنا أكلت من عنده. أنت؟ نعم. والخليفة أيضا. الخليفة يأكل؟ نعم. والمسؤولون الخليفة طلع يأكل. كلا. إنه يكذب. لا، المسؤولون أيضا أكلوا من هذا. المسؤولون هم يأكلون؟ المسؤولون طلع يأكلون. كلا يكذبون. إنه نوعية جيدة. نعم راويني. هسه سوف ترى. المسؤولين طلع يأكلون والخليفة طلع يأكل. اهدوا لهاي. أبي لا تأكل. لا. سوف ترى. أنت أكل. بأمك عينك. سوف ترى. أنا أكلت منه. أنت أكل. أنا أكلت منه. أقول لك أنت أكل. لا يصلح. أقول لك أكل. تموت. لا يصلح. أنت أكل منه. أنا أكل منه. نعم. أكل. تأكل. أبي لا تأكل. أكل. نعم، ماذا رأيت الآن؟ أليس هو من نوعية الجيدة؟ نشكر الخليفة. نشكر الوزير، سوى كل مواطن معمل مال نايلون. عاش الاقتصاد العراقي. عاش الاقتصاد العراقي.